السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. نقلت وكالة أنباء الإماراتية عن وزارة شؤون الرئاسة إلى الشعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم 13 مايو. وقد أعلنت الوزارة عن الحداد الرسمي في البلاد وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة لمدة 40 يوم اعتبارا من يوم الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام. من جهته نعى الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي في تغريدة على تويتر، حيث قال: بقلوب يعتصرها الحزن وبنفوس مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعي راعي مسيرتنا ورئيس دولتنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لشعب الإمارات وللشعوب العربية والإسلامية وللعالم. اللهم إنه حط رحاله عندك فأكرم وفادته ووسع مدخله وجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة. والشيخ خليفة هو الرئيس الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة والحاكم 16 لإمارة أبوظبي كبرى الإمارات 7 المكونة للاتحاد، والقائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات. تولى رئاسة الدولة في يوم 3 نوفمبر عام 2004 خلفا لوالده الشيخ زايد بن سلطان مؤسس الدولة، غفر الله له وتغمده برحمته واسكنه الجنة. لا يسعنا إلا أن ندعو له بالرحمة والمغفرة.